بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا بمنك وجودك يا أكرم الأكرمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، إن كان قابلاً للتأويل بما يصلح أن يكون معارضاً بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع. وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة، فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو أن هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسناداً أو متناً. وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول، والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولاً لم يعلم له قائلاً مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحداً أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم، ويقول آخر: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول آخر: لا أعلم أحداً أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر. وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم، كما نجد كثيراً من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، لأنه لا يعلم به قائلا، وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون هذا خلافاً للإجماع، أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج، وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس هو في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ووقفنا عند السبب التاسع من أسباب اختلاف الأئمة، وهو
أن يعتقد العالم عندما يترك الحديث أن الحديث معارض بما يدل على أنه ضعيف، أو أن يعتقد أن الحديث منسوخ، أو أن يعتقد أنه مؤول إذا كان قابلاً للتأويل، ويكون الحديث قابلاً للتأويل إن وجد دليل على ذلك وكانت دلالته محتملة للتأويل ولم يوجد مانع منه. فإذا اعتقد العالم أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله بما يصلح به التأويل، فإن ذلك يكون عذراً في رفع الملام عنه. وهذا النوع جعله ابن تيمية رحمه الله على نوعين، هذا السبب جعله على نوعين. النوع الأول أن يعتقد العالم الذي ترك العمل بالحديث أن المعارض للحديث معارض له في الجملة من غير أن يحدد المعارض ويعينه، ويمكن أن يمثل لهذا بحديث النهي عن إفراد صيام يوم السبت. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا الحديث إما ضعيف وإما منسوخ، فهو هنا هل حدد المعارض أو لم يحدده؟ لم يحدد المعارض، فهذا النوع الأول، وقد ذكره في قوله أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة، يعني من غير أن يعين هذا المعارض. فيتعين أحد الثلاثة السابقة التي ذكرها، وهو المعارضة أو النسخ أو التأويل، فيكون المعارض واحداً من هذه الثلاثة من غير أن يحدده. النوع الثاني أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة لكنه يعينه ويحدده، وقد ذكر هذا النوع في قوله وتارة يعين أحدها، فهذا فيه بيان لماذا؟ فيه بيان للنوع الثاني، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أن المعارض الراجح معين، فيقول المعارض للخبر خبر منسوخ، فهنا حدد ماذا؟ حدد المعارض. أو يقول المعارض للعمل بهذا الخبر أنه مؤول، فهنا حدد المعارض للخبر وهو التأويل. ومع ذلك عندما قال المعارض للخبر هو النسخ قد يخطئ في النسخ، وإذا قال المعارض للخبر هو التأويل قد يخطئ في التأويل، فيحمل الحديث على غير المراد منه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. فإن بعض العلماء حملوا المرأة في الحديث على المكاتبة وأولوا المرأة به، فقالوا المراد بالمرأة هنا المكاتبة لا الحرة، وهذا التأويل لا يحتمله اللفظ، وقد يوجد ما يمنع هذا التأويل، كما في هذا الحديث أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت
من غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذا الحديث فيه عدة موانع تمنع هذا التأويل، منها لفظ أيما، وهو من أقوى صيغ العموم، ومنها لفظ امرأة فهو نكرة جاءت في سياق الشرط فيعم جميع النساء، ومنها أن حمل لفظ المرأة على المكاتبة نادر، والشارع لا يحمل اللفظ العام على معنى نادر، فهنا وجد ما يمنع التأويل أو لم يوجد، وجد ما يمنع التأويل. وإذا عارضه من حيث الجملة رجع هنا للكلام على النوع الأول في قوله وإذا عارضه من حيث الجملة، هذا فيه رجوع للكلام على النوع الأول، فقد لا يكون المعارض دالاً، يعني قد لا يكون المعارض دالاً على ضعف الحديث، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الحديث الأول من جهة السند أو من جهة المتن والدلالة، بل الحديث المعارض أقوى إما سنداً وإما متناً. وقد يوجد أي سبب من هذه الأسباب التي ذكرها هنا أو الأسباب التي تقدمت معنا الثمانية، الأسباب الثمانية التي تقدمت معنا، ولما ذكر أن المعارضة في هذا النوع قد يكون آية أو حديثا أو إجماعا بدأ يتكلم على الإجماع، وذلك بأن يترك العالم العمل بالحديث لاعتقاده أن الإجماع قد انعقد على خلافه، فيترك الحديث لظنه أن الإجماع قد انعقد على خلاف هذا الحديث. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتنبيه في غاية النفاسة والأهمية، فقال والإجماع المدعى في الغالب، يعني عند الفقهاء وغيرهم في أصول الدين وفروعه، إنما المراد به إنما هو عدم العلم بالمخالف، فإذا فحصناه ونظرنا فيه وجدنا أن هذا الإجماع المدعى هو عدم العلم بالمخالف، فإذا بحث العالم ولم يجد مخالفا في المسألة ادعى الإجماع، وهذا في الحقيقة ليس إجماعا وإنما هو عدم علم بالمخالف، وفرق بين الإجماع وعدم العلم بالمخالف. ولهذا يسمي ابن القيم رحمه الله عدم العلم بالمخالف بالإجماع المجهول، والإجماع المجهول لا يحتج به. ولهذا من دقة بعض العلماء في حكاية الإجماع كابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو من أدق من يحكي الإجماع، أحياناً يقول في سطر واحد وأجمعوا على كذا ولا أعلم خلافاً في كذا، وهذا يدلك على أنه مدرك للفرق بين العبارتين وأن عدم العلم بالمخالف لا يعتبر إجماعاً. ولأجل هذا قال الإمام أحمد رحمه الله في عبارة مشهورة عن من ادعى الإجماع فهو كاذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا. وهذه العبارة ليس فيها إنكار من الإمام أحمد رحمه الله للإجماع، وإنما هو ينكر دعوى انعقاد الإجماع لعدم العلم بالمخالف، فلا يظنن ظان أن الإمام أحمد رحمه الله ينكر حجية الإجماع، بل الإمام أحمد رحمه الله يحتج بالإجماع، ووجد مسائل
سئل فيها عن دليله فصرح بأن الدليل هو الإجماع، لكنه هنا يريد أن يحفظ مكانة الإجماع وألا يدعى الإجماع في أي مسألة إلا بعد التأكد من انطباق شروط الإجماع التي ذكرها العلماء. وبناء على هذا فإن القاعدة في هذا الباب أن ما لا يعلم فيه مخالف لا يلزم أن يكون مجمعا عليه، ما لا يعلم فيه مخالف لا يلزم أن يكون مجمعا عليه. فهذه قضية نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله في درج الكلام لأهميتها. ولما ذكر أن العالم قد يترك العمل بالحديث لاعتقاده أنه مخالف، أن هذا الحديث مخالف للإجماع، ذكر أنه قد وقع في هذا بعض أعيان العلماء وأكابرهم، فقال: وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى أشياء، يعني ذهبوا إلى آراء وقالوا بفتاوى واجتهادات متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، يعني يقتضي خلاف القول الذي صاروا له، فظاهر الأدلة يقتضي خلاف القول الذي صاروا له، وهم إنما صاروا له بناء على ماذا؟ بناء على عدم العلم بالمخالف. ثم ذكر سبب ذلك، السبب الذي جعل بعض العلماء يتمسكون بأشياء لعدم علمهم بالمخالف مع أن ظاهر الأدلة يقتضي خلاف هذا، وهو أن العالم يهاب ويخاف أن يبتدئ قولاً لم يقل به عالم قبله مع علمه أن الناس قالوا بخلاف هذا القول، فلا يتجرأ العالم أن يبتدئ قولاً لم يقل به عالم قبله، مع أنه يرى أن الأدلة ظاهرها خلاف هذا القول، لكنه لا يقول بمقتضاها خوفاً من أن يخالف ما عليه العلماء لاعتقاده أن المسألة مجمع فيها، مجمع عليها. وهذا على منهج العلماء أنهم لا يتكلمون في مسألة ليس لهم فيها إمام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه: كل من يتفرد بقول لم يقل به أحد قبله فقوله خطأ. وهذه الأدلة نظر فيها الأئمة على مدار القرون، ولم يفت الأمة منها شيء كما تقدم معنا في الدروس السابقة، ونظروا فيها واحداً واحداً سنداً ومتناً، وتأملوا دلالاتها، فيبعد أن يتركوا خبراً لم ينظروا فيه ولم يبينوا الاحتجاج به من حيث السند ومن حيث المتن، ولم يقولوا فيه برأي. فلهذا العلماء يتهيبون من أن يبتدئوا قولاً لم يقل به أحد قبلهم. قال: ولهذا فإنهم من باب شدة التحري والاحتياط يعلقون القول في المسألة بانعقاد الإجماع، فيقول: إن كان في المسألة إجماع فأقول بمقتضاه، وإن لم يكن فيها إجماع فالرأي عندي كذا وكذا، وهذا من باب الاحتياط وشدة التحري.
ومثل شيخ الإسلام رحمه الله لذلك بثلاثة أمثلة. المثال الأول أن بعض العلماء وهو الإمام مالك رحمه الله قال: لا أعلم أحداً أجاز شهادة العبد، مع أن ظاهر الأدلة يقتضي قبول شهادة العبد، كما في قوله سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن قوله من رجالكم جمع مضاف، والجمع المضاف يدل على ماذا؟ يدل على العموم، فيدخل فيه الحر ويدخل فيه العبد، ودلالة العام من قبيل دلالة الظاهر. وقال بهذا بعض أهل العلم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه، وشريح، وغيرهم من أهل العلم، لكن الإمام مالك رحمه الله هنا قال: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد. وهذا القول لا يعتبر إجماعا، لأنه نفي للعلم بالمخالف. المثال الثاني أن بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله قال: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث، يعني أن العبد المبعض لا يرث، مع أن ظاهر الدليل أنه يرث، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب يرث بقدر ما عتق منه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فظاهر هذا الحديث أن العبد يرث بمقدار حريته، وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. والإمام الشافعي رحمه الله هنا حكى الإجماع، قال: أجمعوا، ولم ينفي العلم بالمخالف، وإنما قال: أجمعوا. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا الإجماع لا يثبت، وذلك لوجود المخالف، والقاعدة أن الإجماع لا ينعقد مع وجود المخالف. المثال الثالث أن بعض أهل العلم قال: لا أعلم أحداً أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ظاهر القرآن إيجابها، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقوله صلوا هذا أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فظاهر الدليل وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بذلك بعض أهل العلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، فقال: وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر رحمه الله. وعلى هذا فإن المسألة ليس فيها إجماع. ثم بين رحمه الله السبب في أن بعض العلماء يعتقد أن المسألة فيها إجماع، وانتبه لهذا، بين السبب الذي جعل بعض العلماء يعتقد أن المسألة فيها إجماع، وهو أنه يعيش في بلد فيعلم آراء علماء بلده، لكنه لا يطلع على آراء العلماء في البلدان الأخرى، فيظن أن المسألة محل إجماع، فيقول: لا أعلم خلافاً في المسألة، ويخاف أن يقول بقول يخالف قول أهل بلده، ولهذا قال: فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا، لخوفه
أن يكون هذا خلافاً للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع لاحظ والإجماع أعظم الحجج، يعني عنده عند هذا العالم ليس عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يرى أن الإجماع مرتبته بعد الكتاب والسنة، وناقش المتكلمين الذين يعظمون الإجماع ويقدمونه على نصوص الكتاب والسنة. فقوله والإجماع أعظم الحجج يعني عند المخالف، فإذا اطلع على علماء بلده ظن أن على آراء علماء بلده ظن أن المسألة محل إجماع، وهاب أن يخالف هذا الإجماع، وذلك بسبب قصوره في فهم معنى الإجماع وفي اطلاعه على أقاويل العلماء في بلدان المسلمين الأخرى. قال وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، يعني من الأحاديث، وهو أنهم يتركونها لاعتقاد ظن أن المسألة محل إجماع. قال وبعضهم معذور حقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، يعني بعضهم معذور فيه حقيقة يعني في باطن الأمر، وبعضهم معذور فيه يعني في ظاهر الأمر وليس في الحقيقة يعني في باطن الأمر بمعذور، وذلك بحسب الوقوف على الدليل والاجتهاد في طلبه. فمن اجتهد في معرفة الدليل وطلبه وفي تفهم الدليل فإنه يكون معذورا، بخلاف من قصر في طلب الدليل فإنه لا يكون معذورا في حقيقة الأمر. قال وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده، يعني وكذلك كثير من الأسباب قبله، قبل ماذا؟ قبل هذا السبب، أي السبب التاسع وهي الأسباب الثمانية، وبعده وهو السبب العاشر. فإن الناس منهم ما هو معذور في الحقيقة ومنهم ما هو معذور في ظاهر الأمر لكنه ليس معذورا في الحقيقة، وذلك بحسب الاجتهاد في طلب الدليل وعدم الاجتهاد فيه. ثم لما فرغ من الكلام على هذا السبب بدأ يتكلم على السبب الأخير وهو السبب العاشر، فقال السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضة أو لا يكون في الحقيقة. نعم. مما لا يعتقد، يبدو أنه هنا خطأ في النسخة، مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض. نعم. قال مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالة القول من الوجوه الكثيرة، ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم، وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، من ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ وأن تخصيص العام نسخ، وكمعارضة
طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر، وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا، فهذه الأسباب العشرة ظاهرة. السبب العاشر أن يعارض العالم الخبر بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض، وهذا السبب فيه شبه بالسبب السابق إلا أن بينهما فرقا، ووجه الفرق هو أن السبب السابق يعتقد المخالف أن جنس المعارض صحيح، فالنسخ إذا ثبت يكون صحيحا، والتأويل إذا ثبت يكون صحيحا ويصلح أن يكون معارضا، ولهذا قال في السبب التاسع، انظر إلى كلامه في السبب التاسع، قال بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث أو مثل إجماع، فالمخالف يرى أن جنس المعارض صحيح، فالنسخ إذا ثبت فإنه يكون معارضا صحيحا، والتأويل إذا وجدت شروطه فإنه يكون معارضا صحيحا، لكن في هذا السبب العاشر المخالف لا يعتقد أن جنس المعارض صحيح، لا يعتقد أن جنس المعارض صحيح، بل يرى أنه غير صحيح، أو يرى أن المعارض ليس راجحا وإنما هو مرجوح أو في درجة الخبر المعارض، وما دام أنه مرجوح فإنه لا يصح العمل به باتفاق، وما دام أنه في درجة الخبر المعارض فإن تقديم أحدهما على الآخر ها تحكم وقول بلا دليل، فهذا هو الفرق بين هذا السبب والسبب الذي قبله. ومثل رحمه الله لذلك بعدة أمثلة، المثال الأول أن كثيرا من الكوفيين ويقصد بهم فقهاء الحنفية عارضوا الحديث الصحيح بظاهر القرآن، وقالوا الحديث إذا خالف ظاهر القرآن فإنه لا يعمل به، ثم وانتبه لهذا، ثم قد يعتقدون ما ليس ظاهرا للقرآن ظاهرا له، فيردون بذلك أحاديث كثيرة. لهذا لأجل هذا الأصل عند الحنفية ردوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قالوا لأنه معارض لظاهر القرآن في قوله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فقد نص على ماذا؟ على استشهاد رجلين، وحديث ابن عباس فيه جواز الاكتفاء بالشاهد واليمين، وبناء على هذا فإنهم لا يردونه، فإنهم يردونه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإنهم لا يعملون به لأنهم يعتقدون أنه معارض لظاهر القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه،
وكذلك حديث التغريب، تغريب البكر إذا زنى، فإنهم لم يعملوا به لاعتقادهم أنه معارض لظاهر القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وغيرهم من أهل العلم يعملون بهذه الأخبار لأنهم لا يرون أنها تعارض ظاهر القرآن، بل يرون أن ظاهر القرآن محمول على حال، وأن الخبر محمول على حال أخرى. ومن أصول أهل السنة أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه، ولهذا قال رحمه الله: وإن كان غيرهم، يعني غير أهل الكوفة، يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك، يعني لو فرضنا أنه يعارضه، فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، يعني في كتاب الرسالة، وقد ذكر هذا الكلام الذي أشار له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند كلامه على بيان السنة للقرآن، وذكر أيضا خصوص هذه المسألة وهي القضاء بالشاهد واليمين. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير السنة، وهذه الرسالة هي طاعة الرسول، وفيها نقولات كثيرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وأيضا القاضي أبو يعلى في الطبقات وفي العدة نقل عنها وغيرهم من العلماء، وهذه الرسالة لا تزال مفقودة. قال: وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. ومن ذلك، يعني مما يدخل في هذا السبب، دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ. وإيضاح ذلك أن هناك من أهل العلم من يرد خبر الواحد الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب والسنة لاعتقاده أن هذا الخبر معارض بما يدل على ضعفه. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فقد رده بعض الفقهاء لظنه أنه معارض لقوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع أن هذا الحديث ليس معارضا له، وإنما هو مخصص، والتخصيص يعتبر نوعا من أنواع الجمع بين النصين، لكن المخالف منع العمل بالخبر لاعتقاده أنه مخالف لظاهر القرآن، وما دام أنه مخالف لظاهر القرآن فإنه عنده ضعيف لا يعمل به. ومثله دفع الخبر لاعتقاده أنه مقيد لمطلق القرآن، أو أن فيه زيادة على الكتاب، والزيادة على الكتاب أي القرآن يرى أنها نسخ للمزيد عليه، والناسخ لا بد أن يكون في درجة المنسوخ أو أقوى منه. ولهذا قال بعض الفقهاء: لا تشترط النية في الوضوء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. لكن قالوا: هذا الخبر خبر واحد معارض
لظاهر القرآن وهو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. قالوا: فليس في الآية تعرض للنية، فيكون الحديث فيه زيادة على القرآن، والزيادة على القرآن نسخ، والناسخ لا بد أن يكون في قوة المنسوخ، لا بد أن يكون في درجة المنسوخ أو أقوى منه. وبناء على هذا فإنهم لم يشترطوا النية في صحة الوضوء. ومن الأمثلة أيضا أن بعض الفقهاء ردوا بعض الأخبار لأنها معارضة عندهم لعمل أهل المدينة، والمراد بأهل المدينة أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة، وبعضهم يقول والتابعون، وبعضهم يقول وأتباع التابعين. فإذا وجدوا خبراً يرون أنه معارض لعمل أهل المدينة فإنهم يردونه، لأن هذا الخبر يقولون خبر آحاد، وخبر الآحاد يفيد الظن، وعمل أهل المدينة يفيد القطع واليقين، فلا يعمل بما يفيد الظن والتخمين، ويترك ما يفيد القطع واليقين، لأن ما يفيد القطع واليقين ها أقوى، فلا يعارض بما يفيد الظن. وبناء على هذا فإنهم لم يعملوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين في خيار المجلس، قالوا لأنه معارض لعمل أهل المدينة. وأكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم يثبتون خيار المجلس، فبعض أهل المدينة كابن عمر راوي الحديث، وسعيد بن المسيب، والزهري، وابن أبي ذئب، أثبتوا خيار المجلس، وهؤلاء من كبار المدنيين كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، وذلك وفاقا للشافعية والحنابلة. ولو فرضنا أن أهل المدينة جميعهم خالفوا العمل بهذا الخبر، فإن الحجة في ماذا؟ الحجة في الخبر. ولهذا قال: وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر، لما سيأتي من أن تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه لنصوص الكتاب والسنة. وعمل أهل المدينة هل هو حجة أو ليس حجة؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء، ومن أفضل من حرر الكلام فيها القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له اسمها صحة عمل أهل المدينة، تعرض فيها للكلام على عمل أهل المدينة، وذكر أن عمل أهل المدينة له صور. الصورة الأولى ما يجري مجرى النقل كمقدار الصاع والمد، فهذا محل إجماع عند العلماء من أهل المدينة وغيرهم. الصورة الثانية عمل أهل المدينة القديم، العمل القديم لأهل المدينة، وضابط القديم هو ما كان قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، وذلك لأنه بعد مقتل عثمان حصلت الفتنة، فعمل أهل المدينة القديم جماهير أهل العلم على الاحتجاج به، ويكاد أن يكون ذلك إجماعاً بين أهل العلم على الاحتجاج به. الصورة الثالثة الترجيح بعمل أهل المدينة إذا اختلف الخبران
أو اختلف قياسان ووافق أحدهما عمل أهل المدينة، فهل يرجح بعمل أهل المدينة أو لا يرجح؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، وجمهورهم على أنه يصح الترجيح بعمل أهل المدينة. الصورة الرابعة عمل أهل المدينة المتأخر، وهو متى؟ بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يعتبر إجماعاً أو لا يعتبر إجماعاً؟ وإذا لم يعتبر إجماعاً فهل يعتبر حجة أو لا يعتبر حجة؟ هذا فيه كلام طويل، والمحققون من أهل العلم على أن عمل أهل المدينة في هذه الصورة كعمل غيرهم، والعبرة إنما هي بما يدل عليه الدليل. ومن الأمثلة التي ذكرها رحمه الله لمعارضة قوم من أهل البلدين، يعني من أهل الكوفة والمدينة، من أهل البلدين أي من أهل الكوفة وهم الحنفيون، والمدينة وهم المالكيون، لبعض الأحاديث بالقياس الجلي، وذلك بناء على أن القواعد الكلية لا يصح إبطالها بخبر الواحد. والمقصود بالقياس الجلي ما هو؟ ما المقصود بالقياس الجلي؟ نعم، هو القياس الذي، ما هو القياس الجلي؟ أحسنت، القياس الجلي هو ما كانت علته منصوصة أو قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل، هذا المقصود بالقياس الجلي. أما إذا كانت علته مستنبطة أو كانت علته أو لم يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، فإن القياس هنا ليس جليا وإنما هو قياس خفي. فما كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها أو قطع بنفي الفارق بين الفرع والأصل فهذا القياس قياس جلي. فبعض الفقهاء يعارض خبر الواحد بالقياس الجلي لأنه يرى أن القياس الجلي أقوى من خبر الواحد، لأنه مقطوع به، وخبر الواحد عندهم لا يفيد إلا الظن. ومن أمثلة ذلك أن بعض أهل العلم لم يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا: لأن هذا يخالف القياس، فإن ركن الصيام هو الإمساك، فإذا أكل أو شرب سواء أكان ناسيا أم غير ناس فقد نقض هذا الركن وأبطله، وبناء على هذا لا يعمل بهذا الحديث لأنه يعارض القياس عندهم. وهذا الكلام الذي ذكره بعض أهل العلم من أن خبر الآحاد إذا عارض القياس لا يقبل كلام لا يسلم، رده المحققون من أهل العلم، لأن خبر الواحد أصل مستقل بنفسه، ولو فتح رد الأخبار بالأقيسة لا انفتح بذلك شر كبير وباب مستطير، وترتب على هذا رد النصوص بالأقيسة. وقد يظن أن هذا القياس قياس صحيح وقد جلي، وقد يظن ولا يكون ذلك، فيترتب على هذا رد الأدلة الشرعية، وهذا قول فاسد رده المحققون من أهل العلم. وهناك أمثلة كثيرة حصل فيها رد الأخبار بالأقيسة
المظنونة. وانتبهوا لأمر قرره شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه في العلاقة بين الأخبار والأقيسة، وهو أن الأقيسة الصحيحة لا تخالف النصوص الصحيحة، بل الأقيسة الصحيحة المقصود بها موافقة النصوص. ولهذا إذا وجدنا قياساً يخالف نصاً فإن هذا القياس يرمى في البحر لأنه مخالف للنص، ويسميه العلماء بالقياس اللعب، لأن تقديمه على النص فيه لعب بالنصوص وإفساد لها. قال: إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيباً أو مخطئاً. وبهذا يكون قد انتهى من الكلام على الأسباب العشرة لخلاف العلماء رحمهم الله. ونحن قلنا لكم في بداية الدروس أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رتب هذا الكتاب على مقدمتين تأصيليتين، ثم ذكر أسباب خلاف العلماء من جهة إجمالية، وأنها تعود إلى ثلاثة أصناف، ثم ذكر أسباب خلاف العلماء من جهة تفصيلية وأنها عشرة. ولما فرغ من هذه الأسباب ذكر مسألة مهمة سيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله، وهي أن العالم إذا خالف نصاً فيه وعيد، هل يلحقه هذا الوعيد أو لا يلحقه؟ هل يكون العالم داخلاً في هذا الوعيد أو أنه لا يدخل فيه؟ ثم ختم الكتاب باعتراض أجاب عليه باثني عشر وجهاً، وهذه الإجابات إجابات دقيقة جداً قد يعسر فهمها، تدل على مكنة شيخ الإسلام رحمه الله ودقة نظره. ولما ختم رحمه الله هذه الأسباب العشرة قال: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، اقرأ. قال: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة. فصل: وفي كثير من في يعني بعض النسخ لا يوجد هذا الفصل. نعم. قال: وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها. اقرأ بسرعة، اقرأ بسرعة. قال: وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صواباً في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزاً لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذوراً في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة
فأجابه فيها بحديث فقال له قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وإذا كان الترك يكون نعم ذيل رحمه الله هذه الأسباب العشرة بأمرين. الأمر الأول أن أسباب الخلاف بين العلماء ليست منحصرة، فلا تنحصر أسباب خلاف العلماء في الأسباب العشرة التي ذكرها رحمه الله، ولهذا قال وفي كثير من الأحيان يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع عليها، فإن مدارك العلماء واسعة، يعني الأدلة التي يقف عليها العلماء واسعة، قد نطلع عليها وقد لا نطلع عليها. هذه الأدلة التي دعتهم لمخالفة الخبر قد نطلع عليها وقد لا نطلع عليها، لأن العالم قد يبدي حجته، يعني قد يظهر ويذكر حجته وقد لا يذكرها، وإذا ذكر حجته فقد تبلغنا هذه الحجة وتصل إلينا وقد لا تصل إلينا، وإذا وصلت إلينا قد نفهم موطن احتجاجه وقد لا نفهمه. فلهذا فإن أسباب خلاف العلماء لا يمكن حصرها. والأمر الثاني أنه إذا وقع الخلاف بين العلماء ووجد الدليل الذي دلالته ظاهرة فإنه لا يجوز مخالفة هذا الدليل، وإن خالفه من خالفه، وذلك لعدة أمور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأمر الأول أن تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فالأدلة الشرعية أدلة معصومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وبناء على هذا فإنه لا يصح رد الدليل الشرعي إذا خالفه رأي عالم لاحتمال أن العالم معه حجة ظاهرة تخالف هذا الدليل، لأن بعض الناس انتبه معي بعض الناس يقول العالم لم يخالف هذا الدليل إلا لاحتمال أن عنده حجة ظاهرة رد بها هذا الدليل ولم يعمل به، فيجيب شيخ الإسلام رحمه الله بأن الحجة في الدليل مطلقا، وذلك لعدة وجوه. الوجه الأول أن تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية قد يتطرق إليها الخطأ في أي شيء، إما في السند وإما في الفهم، لكن تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر، والذي يقتضيه العقل أن يعمل بما يتطرق إليه الخطأ على وجه قليل أو بما يتطرق إليه الخطأ على وجه كثير، أن يعمل بما قد يتطرق إليه الخطأ على وجه قليل، فإن هذا هو الذي يقتضيه العقل السليم. الوجه الثاني أن الأدلة الشرعية هي حجة الله على عباده بخلاف رأي العالم فإنه ليس حجة، وإنما الحجة هو الدليل. وانتبه لهذه المسألة، فالأدلة حجة الله على عباده بالنسبة للمجتهد الذي ينظر في الأدلة، أما العامي المقلد فهذا الحجة عنده قبول قول العالم، كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الحجة من حيث الجملة هي الأدلة الشرعية. الوجه الثالث أن الدليل الشرعي، يعني الدليل الشرعي الثابت، إذا لم يعارضه دليل آخر فإنه يمتنع أن يكون خطأ، يمتنع أن يكون خطأ، بخلاف رأي العالم فإنه لا يمتنع أن يكون خطأ. وهذا ليس فيه تكرار مع الوجه الأول، لأن الوجه الأول فيه بيان كثرة تطرق الخطأ من قلته، وأما هنا فيذكر امتناع ورود الخطأ من عدم امتناعه. الوجه الرابع، لو كان العمل بهذا الاحتمال السابق الذي تقدم ذكره، وهو أن العالم ربما يكون عنده حجة لم نطلع عليها، لو كان العمل بهذا الاحتمال جائزا لأدى ذلك إلى ترك العمل بنصوص الشريعة بماذا؟ بالاحتمالات التي لم يقم عليها دليل، والدليل لا يجوز ترك العمل به بالاحتمال. ثم ذكر رحمه الله أن المقصود هنا، وانتبه لهذا، أن المقصود هنا ليس ترك العمل بالدليل، وإنما بيان أن العالم قد يترك العمل بالدليل لعذر للعالم، انتبه، لكنه ليس عذرا لمن وقف على الدليل واطلع عليه. فالعالم يكون معذورا لأنه ترك العمل بالدليل لسبب يقتضي عذره، لكن غيره ممن وقف على الدليل ليس معذورا. ولهذا قال كلمة نفيسة جدا، قال لكن الغرض، أي المقصود، أنه يعني العالم في نفسه قد يكون معذورا له في تركه له، يعني في ترك الخبر، لاحظ، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، يعني نحن معذورون في تركنا لترك هذا العالم، بل لا نقول نحن معذورون، نحن يجب علينا أن نترك هذا الترك إذا وقفنا على الدليل. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الإمام الشافعي رحمه الله قال عن حديث لم أقف على صحته، فعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال وهذا ليس عذرا لمن وقف على صحته. وهذا بمعنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعد أن انتهى من الكلام على هذه الأسباب العشرة ذكر المسألة التي تقدم الكلام عليها، تقدمت الإشارة لها، وهي أن العالم إذا ترك العمل بحديث فيه وعيد فهل يدخل في هذا الوعيد أو لا يدخل؟ وإذا ترك العمل بحديث يقتضي وجوب شيء فهل يستحق العقاب لتركه الواجب؟ أو ترك العمل بحديث يقتضي تحريم شيء فهل يستحق العقاب للعمل بما ورد النهي عنه في هذا الحديث؟ وأجاب عن هذه المسألة بجواب طويل أفاض فيه وبين فيه قواعد شرعية مهمة، وسنقرأ جزءا من هذه المسألة ونكمل بقية الكلام عليها في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. فقال وإذا كان الترك
قال وإذا كان الترك من بداية هذا الكلام يتكلم على هذه المسألة، فقد انتهى الآن من الكلام على أعذار العلماء في ترك العمل ببعض الأخبار، ونحن الساعة العاشرة سنقف إن شاء الله تعالى، لكن اقرأ بسرعة. وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب فإن جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب أو نحو ذلك فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل بشر المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، وهذا فهم يرون أن هناك تلازما بين الخطأ والإثم، وهذا فيه تشديد على المجتهدين، لكن شيخ الإسلام رحمه الله نقض هذا الكلام من تسعة وجوه، نقض هذا الكلام من تسعة وجوه سنقرأها إن شاء الله ونعلق عليها. اقرأ. قال وهذا لأن لحوق الوعيد، هذا هو الوجه الأول، وهو أن لحوق الوعيد مشروط بشرط، وهو العلم بالتحريم أو التمكن من العلم، فمن لم يعلم لم يكلف، لأن من شروط التكليف العلم. ثم نظر ذلك بتنظير بديع، وهو أن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات فإنه يعذر، أليس كذلك؟ مع أنه ليس عالما. فالعالم إذا لم يعمل بمقتضى حديث لأنه لم يبلغ أو لأنه يرى أن هذا الحديث حديث عارضه ما يقتضي عدم العمل به، فإن العالم يعذر من باب أولى، لأنه مجتهد اجتهادا ممدوحا. فقال فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي، فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. فإذا كان قد عذر من لم يستند إلى دليل شرعي، فمن استند إلى دليل شرعي أولى بالعذر. نعم. ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده، قال الله سبحانه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص، هذا هو الدليل الثاني. نعم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأن اجتهاده وخطأه مغفور له. طيب، هذا هو الدليل الثاني. وهذا الحديث يتعلق بمسألة مشهورة عند العلماء، وهي مسألة التصويب والتخطئة، والعلماء متفقون على أنه ليس كل مجتهد في أصول الدين مصيبا، بل المصيب واحد، إلا خلافا عن بعض شذاذ المبتدعة، فقد ذهبوا إلى أن المصيبة في أصول الدين أن كل مجتهد مصيب في أصول الدين، لكن الذي عليه جماهير الأمة أن المصيبة في أصول الدين واحد. أما في الفروع وهي مسائل الاجتهاد، فهل المصيب واحد أو لا؟ الذي يقرره شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه
أن ننظر لهذه المسألة من جهتين، انتبه معي، ننظر لها من جهتين. الجهة الأولى من جهة تجويز الاجتهاد، فمن هذه الجهة كل مجتهد مصيب ممن يجوز له الاجتهاد، ممن انطبقت عليه شروط الاجتهاد، لأنه عمل الواجب عليه سواء أصاب الحكم أم أخطأه. هذا إذا نظرنا للمسألة من جهة تجويز الاجتهاد. وإن نظرنا لها من الجهة الأخرى، وهي هل المجتهد يصيب الحكم الذي أراده الله أو لا يصيبه، ففي هذه الجهة جمهور أهل العلم أنه ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ووجه ذلك أنه قسم الناس إلى مصيب ومخطئ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل مجتهد في الفروع مصيب، واستدلوا على ذلك أيضا بهذا الحديث. من أين؟ من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للمخطئ أجرا، فقالوا: ما دام أنه أثبت له أجرا فهذا دليل على أن كل مجتهد مصيب. لكن يجاب على هذا بأنه أثبت الأجر من أجل اجتهاده، وتقدم في الجهة السابقة التي قبلها أن كل مجتهد بالنسبة للاجتهاد مصيب، فبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده، وخطأه مغفور له. الوجه الثالث قال: قال وقد قال الله تعالى، لا، لأن إدراك الصواب، قال لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. نعم، وهذا الوجه الثالث هو: لو قلنا إن المجتهد إذا أخطأ فإنه يستحق العقاب، لأدى ذلك إلى حصول المشقة على المجتهدين، لأن إدراك الصواب من المجتهد في جميع المسائل بحيث لا يقع في الخطأ إما أن يكون متعذراً وإما أن يكون متعسراً، وقد رفع الله الخطأ والحرج عن هذه الأمة من المجتهدين وغيرهم، فقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأولى الناس بالتيسير والتخفيف من؟ المجتهدون، لأنهم لأعلى الناس درجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق فلم يعب واحدة من الطائفتين. فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافاً مشهوراً: هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلاً، وكذلك بلال رضي. نعم. فهذا الحديث يدل على أن المجتهد إذا أخطأ لا يكون متوعداً ولا يستحق العقاب، ولهذا قال: فلم يعب واحدة من الطائفتين، فدل ذلك على ولو كانت واحدة من الطائفتين مستحقة للعقاب لترتب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيبها ويبين أنها مخطئة مستحقة للعقاب، لكنه لم يعب. والصحابة رضي الله عنهم في هذه الواقعة انقسموا إلى فريقين: الفريق الأول تمسكوا بعموم اللفظ في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين،
فهذا فعل والأفعال نكرات، ورد في سياق النهي، فيعم الصلاة في الطريق، فتمسكوا بعموم اللفظ وجعلوا صورة خروج وقت الصلاة داخلة في هذا العموم. والفريق الثاني لم يعملوا بعموم اللفظ، وإنما عملوا بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقصوده هو التعجيل، أن يستعجلوا حتى إنهم يأتون إلى بني قريظة في وقت مبكر. وأصحاب هذا القول الثاني خصصوا عموم اللفظ بالقياس، ولهذا قال فإن المقصود المبادرة إلى القوم، يعني إلى بني قريظة، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا هل يخص العموم بالقياس. ووجه ذلك أنهم قاسوا هذه الصورة، وهي صورة الصلاة في الطريق، على الصورة التي أمر فيها بأداء الصلاة في وقتها، وجعلوها مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. والكلام على مسألة تخصيص العموم بالقياس كلام طويل، ليس هذا محله، وإنما المقصود الإشارة إلى مراد المصنف رحمه الله. نعم. الدليل الخامس: وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع صاعين من التمر بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم أكل الربا من التفسيق واللعن والتغليط لعدم علمه بمكانه بالتحريم. نعم. الدليل السادس: وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله. نعم. هؤلاء الجماعة قال ابن حجر لم أقف على تسميتهم. نعم. وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عند وسادته عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين له أحدهما من الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي إن وسادك إذا لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل، فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على ذلك الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر، بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا إذ لم يعلموا، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. نعم. شفاء الجهل. نعم. فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. نعم. الدليل السابع: وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله في غزوة الحرقات. نعم. والحرقات هما بطن من جهينة، يسمى الواحد منهم الآن في زماننا الحريقي. نعم. فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح مع أن قتله حرام. نعم. الدليل الثامن: وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة وإن كان قتلهم وقتالهم محرما، ذلك لأن لهم تأويلا سائغا، فكذلك المجتهد له تأويل سائغ. نعم. وهذا الشرط وهو أنه لا بد من العلم أو التمكن من العلم في لحوق الإثم والوعيد، قال وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب. نعم. كما
يعني لا يلزم أن الشارع كلما ذكر وعيداً أن يقول يقع بشرط العلم أو التمكن من العلم، بل يكفي ذكره في بعض الأدلة ويستصحب في مع الأدلة الأخرى. نعم. كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة، ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد ثم حيث قدر قيام الموجب. نعم، فيه وعيد. قوله ثم حيث قدر قيام الموجب، هذا الدليل التاسع، ونقف عنده إن شاء الله، ونبدأ فيه من بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والعلم يحتاج إلى صبر، ومن ثبت نبت، ومن اجتهد نال، والمحبوبات لا تنال إلا باحتمال المكروهات. صلى الله وسلم على نبينا محمد.